الندوة التي عقدها الوزير الأول عبد الملك سلال بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان بالجزائر العاصمة حول المقاولة والتي أشاد بأنه المحور الأساسي في تنويع الاقتصاد الوطني وأن الدولة مستعدة لدعم الشباب ماليا وجبائيا. في ذات السياق صرح الوزير الأول أن أونساج وكناك وأونجام ساهمت بشكل كبير في خلق أكثر من 2 مليون منصب شغل بمنح أزيد من 680 مليار دينار جزائري كقروض ممنوحة للشباب، مؤكدا أن نسبة التأخيرات في الدفع لا تتعدى 19%، واضحا أن عدم تسديد القروض إشاعة وفقط، معتبرا إياها إهانة. والتكوين المهني، كما أن الكلام عن تسديد الشباب لقروضهم شائعة غير صحيحة مطلقا، لأننا رانا نسمعوا من حين إلى آخر المشككين يقول لكم يمدوا لهم الفلوس باش يسكتوهم وما يردوش فلوسهم. الحمد لله كلكم رجال ونساء، غير صحيحة ونعتبرها إهانة لمئات الآلاف من الجزائريين الذين يتعبون لكسب رزقهم بالحلال. فقد بلغ إجمالي القروض الجارية عبر مختلف آليات دعم الشباب حوالي 681 مليار دينار جزائري يتم تسديد أقساطها بالتنظيم من طرف أصحاب المشاريع، حيث لا تمثل تأخيرات الدفع نسبة لا تفوت 19%.